الرب يسوع بأحد الأمثال إنه حبة الخردل يلي هي من أصغر الحبوب وقت انزرعت كبرت وصارت من أكبر الشجر وصاروا العصافير يعشعشوا فيها. هيك بلش كروستوك بأيلول سنة 1995 بثلاث أولاد من دون أي مكان أو فريق عمل أو تخطيط بشري، بس من وراء حاجة ماسة للتعليم المسيحي. مرق كروستوك بمراحل كتيرة وصار هلأ مش بس تعليم مسيحي للولاد، بس بضم أكتر من 190 تلميذ من كل الأعمار حتى شبيبة وأهل. يلي بيميز التعليم المسيحي بكروستوك شغلتين، الأولى إنه مسكونة، المارونة حد الأرثوذكسي حد البروتستانتي حد الأرمني حد الكاثوليكي، عم بيصلوا سوا ويتشاركوا بكلمة الله. هالشي لمسته الكنيسة فعطت بركتها لكروستوك من خلال المطار. Crosstalk is a place that we always learn about Jesus, and that's been my daily life to see what Jesus is gonna do. This is the message that I got from Crosstalk. It says what would Jesus do. Every time before I act, I check on it and I see it and I know what Jesus do and I do what he do. وتاني شغلة إنه التعليم بأكترها مسيحية اجتماعية، هدفها نعيش الرب يسوع بكل تفاصيل حياتنا اليومية، وبتركز على أهمية الصدق وكمال الأخلاق، العيلة والجماعة، الاهتمام بالبيئة، وكيف نكون مواطنين صالحين. ثمار هالتعاليم هي أعضاء صالحين عم بينشروا المحبة والسلام وطريق الله بالمجتمع بدل البغض والحرب والشر. It's a place that gives you the choice to choose. It's a place that is a place that you can be get closer to God, a place that you can understand what you've been doing wrong and know how to do right, and it's a place where you can know that there's always more chances to get, and it's always a place, it's a place that when you're done, when you go home, you feel nice and good and you don't feel like hurting anybody, you feel like being yourself. And it's a place that when you go home, you want to just be happy with everybody and you can just spread God's word. صفوف بكروستوك بتنعطى بالإنجليزي والفرنساوي من دون أي مقابل، وبيتكل كروستوك على التبرعات تيكفي مسيرته، بالإضافة لنشاطات كتيرة بتفتح مجال نشغل المواهب يلي بيمتاز منها كل واحد فينا بخدمة بعضنا والمجتمع، ومنها الرسم والموسيقى والتمثيل والكتابة والغنى والطبخ. بالصيف بدل الصفوف في مخيمات بالطبيعة بجبال لبنان، وين التلاميذ بيقضوا وقت مع بعضهم تركين كل شي دنيوي وراهم وعم بعيش كل يلي تعلموا خلال السنة. وعامل كروستوك برنامج بالصيف للمغتربين بدون تعليم مسيحية وتعريف على بلدهم لبنان. سجل كروستوك سنة 2008 بوزارة الداخلية، وحاليا فريق عمل كروستوك بيتألف من مجلس استشاري ومجلس إداري بيضموا أباء من مختلف الطوائف المسيحية، ولجنة من الأهل تهتم بحاجات كروستوك، ومحامي ومصممين تخطيط ومعلمات وأساتذة ومساعدين وسكرتاريا وشوفريت باص وعملين التنظيف.